ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المحلل والخبير العسكري الأستاذ عبد الله الأسعد. أستاذ عبد الله الأسعد، مرحبا بك. مع تواصل قصف قوات النظام على الغوطة الشرقية، يعني ما المصير المنتظر للمدينة؟ مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين. يعني في الواقع طبعا الحسم العسكري هو الذي يريد أن يقوم به النظام، وهو هذا هو القرار يعني النهائي للنظام بأن له حل سياسي في سوريا نهائيا. وهذا يعني طبعا ما يعرفه المتابعون للأحداث، وما جرى من تخفيف تصعيد وما جرى من أمور أخرى ما هي إلا عبارة عن ذر الرماد في العيون من أجل تهدئة الجبهات وانتقال إلى جبهات أخرى، جبهات تهدأ وجبهات تشتعل، انتقال من الداخل السوري بعد كل حلقة أو كل جولة من جولات أستانة إلى مناطق أخرى، كما جرى انتقال من الداخل السوري إلى البادية السورية ومن ثم إلى دير الزور والميادين والبوكمال، ومن ثم بعد الانتهاء من هذه المعارك هناك طبعا العودة إلى ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، ونشاهد طبعا ما يجري هناك وما جرى في الغوطة الشرقية. طبعا نتيجة هذا الحصار العسكري الكبير جدا على الغوطة أدى إلى يعني عمليات تجويع وعمليات جفاف لدى الأطفال والكبار وتجويع من أجل يعني أن تركع تلك المنطقة وأن يقوم ثوارها بتسليم أسلحتهم. طيب، لأن النظام يعني أنا أعرف أنه ماذا يعني أو ماذا تعني سيطرة النظام على سنجار؟ طبعا سنجار هي منطقة هامة في الريف الجنوبي من إدلب. عندما يحتل النظام أو يسيطر على أكثر من 30 قرية في تلك المنطقة، إذن بسيطرته على منطقة سنجار إذن أمن طريق المعرة، ويريد أن يتجه إلى مطار أبو ظهور الذي أصبح قريب منه 18 كيلومتر. بعد أن يحتله هو يستطيع أن يؤمن طريق حلب الدولي ويصله بمناطق بالمحافظات الأخرى، طريق حماة، ويصبح سالكا. طبعا نرى أن طبعا لا توجد مقاومة في تلك المنطقة، كانت موجودة هيئة تحرير الشام، هيئة تحرير الشام نصبت نفسها عدوا للشعب السوري ولفصائل الثورة، وقاتلت كل الفصائل الموجودة في إدلب وانتشرت بإدلب طبعا لكي تكون يوما ما في هذه الأيام أن تكون هي صاحبة القرار الوحيد في الانسحاب أمام قوات النظام من أجل أن يسيطر بالكامل على إدلب، ومن ثم ينتقل إلى مطار الغور وإلى الريف الشرقي لحماة. ويعني هي عبارة عن يعني صفقات تجري بين النظام وبين هيئة تحرير الشام التي لا يوجد لها أي خط دفاعي تجاه قوات النظام، ولو كان هناك أي خط دفاعي لكانت صمدت حتى على الرغم من وجود القصف الروسي وقصف الطيران. ماذا عن مفاوضات أستاذ عبد الله الأسعد، مفاوضات المعارضة والنظام بشأن بيت جن؟ يعني الحديث عن مصير الغوطة يجرنا إلى هذا الحديث، إلى أي مدى ترى أن النظام قد نجح في تنفيذ مخططه بهذا الشأن؟ نعم بالتأكيد، يعني هي الغاية الأساسية والهدف الرئيسي والاستراتيجي يعني من قتال المناطق المحيطة بدمشق هو تهجيرها باتجاه إدلب. وإدلب طبعا هذا اتفاق دولي، يعني وجاء على لسان وزير خارجية أمريكا الأسبق يعني عندما قال أن نحن سنحصر هؤلاء جميع من ننظر عليهم بأنهم متشددين في إدلب والقضاء عليهم بالكامل، لا يوجد لدينا حل نهائيا. وطبعا إفراغ دمشق أو إفراغ حول دمشق وتوطين ناس آخرين بدل من سكان الأصليين، وهذا ما يجري الآن في يعني المناطق المحيطة بدمشق من دارية وخان الشيخ وزاكية ومناطق قرى وادي بردة بالكامل. ما حصل اليوم في إدلب أستاذ عبد الله، ما حصل اليوم في إدلب، هذا التفجير الذي حصل في أي سياق تضعه؟ طبعا هو يعني هذا التفجير طبعا لا تبرأ منه جبهة النصرة اللي هي تحرير الشام، هي
تريد أن يعني تخلط الأوراق بعضها ببعض، وتريد أن تخلق جواً يعني عاماً مكهرباً تقوم فيه في تنفيذ يعني مخططاتها ولفت الأنظار عن عدم مقاومتها لتقدم قوات نظام، لأنها كانت في الواقع كانت هي عبارة عن أسد على فصائل الجيش الحر عندما قامت بالهجوم على كل الفصائل في المنطقة والوصول إلى الحدود. والآن نجدها نعامة موجودة أمام قوات النظام وتنسحب انسحاب كبير جدا، وكأن قوات النظام تنفذ الآن مشروع تكتيكي تتقدم دون أي مقاومة نهائيا. طيب سوى أخيراً بعض أبناء المنطقة. أستاذ عبد الله سمحت لي أخيرا، يعني كيف تنظر إلى مخرجات سوتشي بعد هذه الأوضاع الميدانية التي يريد النظام على ما يبدو فرضها قبل المفاوضات؟ طبعا ليس النظام من يريد فرضها، طبعا إرادة روسية بحتة، يعني طبعا من أجل النظام، لأن يعني يريد أن يصور الروسي بأن المشكلة في سوريا هي مشكلة الشعوب مع بعضها، وأسماه مؤتمر الشعوب السورية. المشكلة ليست بين الشعوب مع بعضها البعض، والشعب السوري كان يعيش حياة بمختلف طوافه، يعني حياة سليمة جدا، ولا يوجد أي خلاف نهائيا. الخلاف الذي حدث هو بين النظام وبين الشعب. روسيا تريد طبعا أن تأخذ يعني القاصر من الشعب السوري، طبعا يأكل الذئب القاصر من الغنم، وتريد أن تزج به في سوتشي. طبعا هي تعرف من تختار لسوتشي، ويعني لديها نقاط استطلاع، استطاعت أن تعرف من هؤلاء الذين يهرولون باتجاه سوتشي، كما هرول قبلهم من المفاوضين السابقين، وكانوا شركاء لروسيا في تحقيق مآربها وأهدافها في سوريا، وطبعا عملوا على تقديم النصر لروسيا والنظام على طبق من ذهب، من خلال يعني ادعاءاتهم بانهم يفاوضون وانهم يحقون للشعب السوري. في الواقع هم كانوا عباره عن يعني ناس مساعدين على قتل الشعب السوري، لانه منذ ان بداوا المفاوضات وحتى هذه اللحظه لم يهدأ الطيران الروسي المحتل نهائيا بقصف اي بلده او اي منطقه او اي مستوصف او اي مشفى او اي مدرسه في كامل الجغرافيا السورية، ولا زال ولن يقف المحتل الروسي والنظام عن القتال حتى يقتل، كما قال شويغو، حتى يقتل كل المعارضين لنظام الأسد على كامل أراضي سوريا، وقتل الثوار، وحتى المعارضة التي كانت تطلق عليها أمريكا في السابق المعارضة المعتدلة ستقوم بقتلهم وتقوم بمحاربتهم والهجوم عليهم، وهم اساسا دخلوا وقتلوا الشعب السوري قبل ان يعني يدخلوا ويكون هدفهم القضاء على الارهاب، وحتى هذه اللحظه لم يكن يوم من الايام الروسي يقاتل الارهاب نهائيا، وانما كان هو طبعا من الداعمين يعني للذرائع، الذرائع هم الارهاب، يعني هم داعش. شكرا جزيلا لك. التي كانت عباره عن حرب ذريعه لهم من اجل ان يدمروا الشعب السوري وان يدمروا البنيه التحتيه للشعب السوري على امتداد الجغرافيا السوريه. من اسطنبول عبر سكايب المحلل والخبير العسكري عبد الله الاسعد، شكرا جزيلا لك.